في مقر السفير الهندي بالقاهرة احتفالية للعيد القومي الهندي بحضور عدد من الجاليات الأجنبية والشخصيات العامة، حرصا منهم للتأكيد بأهمية الهند وحضارتها وتوثيق العلاقات الثقافية الهندية. أنا عايز أقول لكل الشعب المصري كل سنة أنتم بخير في العام الجديد 2011، وأيضا يعني المرور الأول عام بعد الثورة المصرية 25 يناير. أنا عايز أقول مزيد من الديمقراطية وتقدم لكل المصريين، ويعني الهند أصبحت كجمهورية في 26 يناير في العام 1950، ونحن الذكرى بهذا اليوم يعني إعلان كهند كجمهورية، وأيضا الأقرار الدستوري الهندية. هذا اليوم نحن نحتفل بالذكرى كيوم الديمقراطية في الهند. بتوجه بالتهنئة للشعب الهندي بالكامل بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي، كما بتوجه بشكر خاص لسعادة السفير والسيدة حرم والعاملين في السفارة الهندية. وبيحضرني إن سعادة السفير زار الإسماعيلية يمكن خلال 4 أشهر السابقة مرتين اتنين، ومجرد تعييني زارنا وبدأنا نكثف أطر العلاقات والتعاون مع المحافظة. والحقيقة بدأنا فعلا يعني من خلال الشهرين اللي فات دول، في 3 بعثات سافرت من عندنا من محافظة الإسماعيلية، 3 أفراد لحضور دورات في الهند، والجانب الهندي تحمل جميع التكاليف اللي خاصة بالدورات دي سواء في الحاسبات أو نظم المعلومات أو خلافه. العلاقات المصرية الهندية علاقة متميزة للغاية، أيضا العلاقة الشعبية أيضا متميزة للغاية، هناك تبادل تجاري جيد للغاية بين البلدين، صادرات مصرية كبيرة وأيضا واردات من الهند، وبالتالي الحقيقة التعاون في كافة المجالات تعاون جيد. واحنا جينا النهاردة هم عزمونا نحتفل معاهم، واحنا جينا نحتفل معاهم بالعيد بتاعهم. أهمية الهند أهمية قصوى بالنسبة لنا. أولا ده تاريخي، من وقت ما الـ بترجع من وقت لسعد زغلول، وانا احلى صوره عندي في بيتي مكرم عبيد ونهرو، فكان الصله وثيقه جدا بين الشعبين، وخاصه ان الحزب بتاعهم اللي هو حزب المؤتمر اتاسس في نفس الوقت زي حزب الوفد. علاقتي مع الهند تعود الى يعني سنوات طويله، وانا في جمعيه كمان الصداقه المصريه الهنديه من سنوات، وانا كمان عملت كتير الحقيقه مع الهند نشاطات جميله جدا. اذكر مثلا اسبوع للمخرجات الهنديات، اسبوع مثلا عملنا ورشه للرقص الهندي، عملنا اسبوع للافلام الهنديه، عملنا كمان مجموعه معارض مع الهند. يعني تاريخ الحقيقه ممتد، بالاضافه طبعا لنشاط جمعيه الصداقه اللي بيرأسها السفير، والسفير الحقيقه ومراته الحقيقه من انشط الناس اللي هم بيعملوا نشاط مع مصر ومحبين لمصر.